رجعنا بعد الفاصل وبعدنا في حلقتنا اليوم عمالنا نحكي على كل قضية الابتزاز الإلكتروني اللي هو شائع كثير في أيامنا هاي. عبير قبل ما نطلع على الفاصل كنت معك وبديت تعددي أنواع من عقوبات وأنواع من جرائم اللي هي موجودة بحسب عدة قوانين، ولكن ممكن أنها تكون كمان مدرجة تحت قوانين يعني بالعالم اليوم، بالعالم الإلكتروني، العالم ما يسمى سايبر. فهذا ياريت نحكي أكثر بتفاصيل. إذا نأخذ شريحة الاعتداءات الجنسية، أيوة، في يعني ثلاث أنواع. في النوع الأول، الصنف الأول، اعتداء اللي هو نتاج تعارف تم عن طريق الحاسوب، أيوة، كل الشبكات الاجتماعية والتواصل الاجتماعي أيوة، وما إلى ذلك. ولكن بهذا الموضوع يعني يتم التعارف أو اللجوء للضحية ويعني إيقاعها في الفخ، أيوة، عن طريق وبالتالي استدراجها لمكان معين وإلى آخر، عن طريق، ولكن العمل نفسه الجنائي يتم يعني اتصال مباشر ما بين الضحية والجاني، أيوة. هاي النوع أول. النوع الثاني اللي هنا هو اللي كتير يعني بارز وصار شائع، هو قضية، واللي كتير بأخد كمان قاعد نشر في الإعلام، هو قضية إنه أنا نفرض تعني نقول رجل بالغ بعرف إنه في مواقع إلكترونية للأطفال، وهاي الموضوع البيدوفيليا صار رائج وشائع، أيوة، ويتضح، أيوة، إنه كتير أكتر من شو كنا نفكر، ومهندسين ومعلمين وناس اللي هن ما إلهن أي بروفيل، أيوة. فبالتالي هذا الشخص ينكشف وبعرف، وبعرف بالضبط، بدرس بروفيل الناس والأطفال، بعرف طريقة الاتصال بتكون عن طريق أغانيهن، عن طريق كل الدمى عالمهم، أيوة، عالمهن، بالتالي بتواصل معهن بحسب لغتهن وعالمهن، وبنهاية المطاف بصير في نوع من العلاقة اللي بتأدي إلى اعتداء جنسي مباشر بالطفل، على الرغم من انه الجاني لم يلمس هذا الطفل، أيوة. يعني كان في حالات بتذكر وصلت مرة محكمة اللي ام اجت وشهدت كيف الاشي صار، انه كانت منبهة ابنها تقعد انت في الغرفة، لما انت تستعمل الحاسوب دايما الباب لازم يضل مفتوح بالبيت، ممنوع تسكره، فالابن عنده قانون، الولد عنده قانون، ممنوع اسكر. الشخص البالغ اللي كان يتراسل معه صار يتراسل معه وطلب منه، قال له سكر الباب، قال له لا تدرجه، امي، أيوة، قالت لي انه هذا ممنوع اسكر الباب، بس الولد بيعرفش ممنوعات كثيره تانية لانه طفل 9 سنين كان عمره. الام بتيجي بتحكي انه مرقت وشافت الولد يعني شالح بنطلونه، أيوة، سرواله. فلذلك انت بتشوف كمان عقل الاطفال، قالت لي ما اسكرش الباب بسكرش الباب، ولكن هذا اللي قدامي اللي انا صار صديقي قال لي اعمل هيك بعمل هيك، هذا، أيوة، اعتداء جنسي اكيد. هون كان في استغلال لسيطرة، استغلال لطفل، وكمان بيكشف لك قديش عقل الاطفال وقديش احنا بحاجه للتوعيه. وبدي اقول يعني كثير مهم هذا الموضوع، قصة التوعيه بكثير اهم واقوى وعندها أكيد نجاح. الحصانه هي تزويد الاطفال، تصبيد بس ان كان يعني عبير احنا بنحكي مش بس على الاطفال، كمان على البالغين، يعني لو عم بحكي على اشخاص كبار اللي عم بقعوا في هيك قضايا، صحيح، يعني وفتيات وفتيان وشابات يعني شاب اللي هو ما قبل الزواج، يعني احنا ما بنحكي على قاصر، بنحكي على شاب كبير. فيعني من خبرتك ايش مين الاكثر عرضه، هن الناس اللي ما بيعرفوا بهذا المجال، ولا مين الناس اللي معرضين لهيك اكثر شيء؟ اكثر شيء اللي هم معرضين لهذا الاشي هم الشباب الكبار، بالعكس القاصرين ما بيجوا بيهم، بيجوا بالكبار، لان الكبار ما هم يدفعوا، بس الصغار ما هم مش يدفعوا، الصغار يعني بخافوا انه خلص انه بيتم استغلالهم جنسيا هناك لامر اخر، مش ابتزاز اقتصادي، ايوه. هنا بيجي للجيل الكبير، عارف هذا الشاب الكبير انه بيشتغل وفي معه مصاري، اذا هدلناه هي يجيب لنا المصاري، يدفع المصاري، اما لطفل صغير او قاصر مش راح يجوا بيه، مش ما عندوش يعني امكانيه، بيجي قليل يعني 3% 4% اللي هم بيجوا بيهم اللي بكونوا تحت الجيل، ايوه، بس الاغلبيه اللي هم فوق الجيل اللي صارت مع كثير الزلام يعني كبار، يعني من جيل 24 وفوق و 23. طب انت كشاب هيك لطفي، مع انه خارج السياق شوي صغيره، كشاب صغير اللي انت بتسمع الناس كبار وبالغه واللي بتخطئ بهيك اخطاء، شو بتفكر؟ بفكر انه هاي الناس اللي ما عندهاش الخبره بالإشي هاد، انه مش فاهم انه هذا الإشي، انه في هذا الإشي مفبرك، انه هنا في ناس عصابة اللي هي بتشتغل بهذا الإشي، وهذا الإشي موجود له اكثر من 10 سنين، من 10 سنين الناس بتحكوا بتقول انه في عصابة اللي هي كانت بدتها، هي اللي كانت من المغرب، انه في ناس اللي هي بتعمل هذا الفيديو وهي بتوقع ناس بالفخ هذا. انت بتحكي على قضية الابتزاز نفسها، بس انا كمان بحكي على قضية انه الكبار البالغين بيسمحوا لنفسهم هيك سلوكيات، شو رأيك في هذا الامر؟
رأيي طبعاً إشي غلط، إشي غلط لما أنت. طب أنت كيف بتساعد ناس مثلاً بيعملوا شغلات لحسب رأيك إنها غلط؟ أنا يعني إيش بدي أقدم، بسمح هذا في الفيديو وبخليش الفيديو إنه ينعاد ينتشر كمان مرة. يعني تحاول إنه الضرر ما يتكاثر ويصل لتهديم أكيد. بيوت أو أشخاص آخرين يدفعوا ثمن، لأنه صحيح. هذا الشخص اللي هو بغلط أو يعني مرات بغلط أو مرات بوقعوا بالفخ مش هو لحاله راح يدفع ثمن، إنما عائلته كلها. أكيد أكيد. يعني أنا هذا الفيديو بحذفه، وده هو يعني طوالي كان يعرفني من قبل، كان يعرف لطفي كل أنا موجود وتوجه لي نفس الوقت، أنا ضامنه على أكيد إنه ما حداش رح يارب الإشي، رح ينتهي الإشي على المطرح، لأنك أنت مصدر ثقة وأنت عم تعمل الأمر برسالة اجتماعية، رسالة إنسانية، هذا هو القصد يعني. ولكن يعني أنت بتشوف إنه شائع كثير؟ أكيد شائع كثير كثير أكثر ما بتتصوري. يعني بتعرف نسب؟ نسب بعطيكي مثلاً 70% من إيش؟ من الشباب والصبايا عم بقعوا؟ من الشباب الذكور. ذكور أكثر عم بقعوا بهيك ضحايا. أكيد أيوة بشكل أيوة. كبير برضو مش بشكل صغير، يعني إن أنا كل يوم تجيني 5 حالات 4 حالات بهذا النوع. كل يوم تبلش فيك قضية؟ أكيد كل يوم عندي قضية. يا بتكون صورة مفبركين عليها فيديو، حسب إيش اللي بكون الإشي. وفي كل هاي المجالات أنت صرت مختص بكل إشي. في ناس اللي بتأخذ صور تنشر فيسبوكات بأساميهم، هاي الناس توجه لي، أنا بتطلب مني سكر لي الفيسبوك إنه هذا باسمي، وبدي تعرف لمين أنا عشان الكمال الفيسبوك ما يردش ينعمل كمان مرة والشخص ما عندش الإشي كمان مرة. أنا بطلع الموقع تبعه، بطلع رقمه، بطلع كل إشي، بتوجه للشخص بقول له أنا عرفت إنك أنت بتعمل هيك وبتمنى ما تعودش عليها كمان مرة. الشاب بوعدني أنا مش راح أعيدها كمان مرة، وأنا بقول له تمام الإشي انتهى بينك وبينه، الفيسبوك راح يتكفل، وبتمنى ما يعادش هالإشي ما ينعادش كمان مرة. وبالفعل من متابعتك هذا الإشي بيخلص؟ أكيد أيوة. إنه خلص عرفوا إنه أنا وصلت لهم، عرفت أنا مهمي. أيوة. فلما أنت تعرف الشخص مين هو فيعني راح يخاف يرجع كمان مرة، لأنه عرفت أنا إذا هو يعيد الإشي راح يصير مشاكل. يعني النوايا جيدة جدا وإيجابية جدا، بس ما في خطر عليك؟ خطر أنا بعملش إشي خطر. أنا يعني عندي اللي هو القانون، أنا بقدرش أتعدى القانون. في ناس تطلب مني أسرق فيسبوك تاعي، بس أنا بشرك له بحكي له إيش، بسرقش فيسبوكات، أنا بعتديش حدا. أيوة. أنا عندي القانون ما بقدر أتعدى القانون. أنت بتعمل بقيم إنسانية، هدفك مساعدة أخلاقية. أكيد. أكيد حلو. أنا هذا هدفي، أنا يعني بدي إشي عمل خير لهدي لربي مش أكثر، للي حواليك وللمجتمع اللي أنت عايش فيه. أكيد أكيد. رائع. عبير عمال يحكي كثير لطفي بتوجه إيجابي جدا، ولكن بالفعل يعني إحنا عايشين في عالم ملان جرائم، وكل ما عماله يتوسع الإمكانيات عم تتوسع إمكانيات الانحراف. صحيح. الاجتماعي والخلقي والآداب، وبالفعل يعني دائما الناس بتروح للمجال القانوني ولا أكثر الناس تلجأ لحلول آنية حدا يساعدنا في هاللحظة؟ أول إشي الناس بتلجأ قبل الشرطة، بتدور على إذا في محل تقنياً أوقفه، إذا حدا بيفهم أول اتصال معنا بيكون في عندك حدا اللي بيفهم بالحواسيب يقدر يوقف، أهم إشي إسا توقفي ليها. وأنا ما عندي خبرة بالحواسيب وما عندي خبرة كيف أكبس كباس وهاي الفيديوهات ما تنتشر، عندي الخبرة القانونية كيف أحول الموضوع، وبعرف أنه الشرطة ما بتشتغل حسب وتيرتنا، والشرطة بالنسبة لها في عندها أولويات. أكيد. وإذا كانت ممثلة إسرائيلية معروفة وصار فيها هيك، فأنت بتعرف أنه تاني يوم رح يلاقوا مين. وإنما إذا كمان في قضايا أهم من قضايا بالنسبة إلى قضايا اجتماعية عند المواطنين العربي أقل أهمية من قضايا اجتماعية المواطنين آخرين. أنا مرة كنت أصل أقول إن طلعوا هاي ممكن تكون حياة أو موت، إذا هذا الفيديو وصل لهاي العيلة وهاي عيلة يعني محافظة ممكن الأمور تفسر غلط، في هون خطر على حياة البنت، تعرفي شو الرد كان يكون؟ تروح على ملجأ. فكيف بالضبط بدي اقول لابوها او اخوها بدي اقول لها ملجأ يعني. فلذلك ممكن هاي الحلول، يمكن يجب ضبط يعني اصحاب الحراف او اللي عندهم مهنيه وكفاءات، يعني زي هون كيف عم نسمع، معقوله قدام رح يصير ضبط زي اي مجال تاني؟ لانه هو هون عندنا حاله اللي بالعكس نوايا حاله استثنائيه كثير جيده وايجابيه ومبارك لهي النوايا، ما بطلب حتى ما اجر ما يعني لا. مردود، لكن هذا امر جدا رائع. عالجت حالي اللي شخص اللي أبدى نوايا حسنة وهو استعمل الفيديوهات بشكل حقير وأساء استعمالهن، لأنه هو جزء من هاي يعني العصابات. كل
فقال لك كمان أنا بعرض خدماتي. فلذلك كتير لازم الحذر، ومنيح اللي فيش أشخاص اللي إحنا متأكدين نواهن منيحة، بس أنا بتخيلك لقدام رح يصير أيضا ضبط زي المحققين الخاصين كل هاي، يعني صار في بالآخر قانون اللي ضبط شغلهن وين مسموح وين ممنوع، وأفضل أيوة. إنه الأمور تكون وأسهل للشخص يقول أنا معي ترخيص بشتغل، هذا هو هاي هي مهنيتي، هذا هو هدفي، وعلى فكرة وشرعي يأخذ مصاري كمان لقدام. أيوة كمهني يعني بشكل رسمي مهني جدا. أيوة. سامي هاي مش حتى أنا بقترح إنه يمأسسه، اقترحت عليه يعني مأسس هو بهذا الاتجاه، هو باتجاه إنه يحصل على شهادة رسمية بهذا المجال. يعني هو كيف إحنا عمالة نسمع إنه لطفي في هذا الاتجاه، وانا بشك يعني بظن انه يعني احنا في المجتمع رح نحتاج لكثير اشخاص مثل لطفي. صحيح. ليكونوا يعني يحلوا هيك قضايا. لطفي ايش اهميه اللي بيعمله؟ المجرم ومعروف من ناحيه علميه، امتى المجرم يحجم عن القيام بجريمته؟ لما الاحتمال انه ينزقط عالي. فانا لما في هاي واحد، وثاني لما في رادع، لما في رادع قانوني، الرادع أقل. انه انا اذا انا بدي هقتل بفرقش معي انه في موضوع انه انا يعني بقي بعمل الشغله، الشجاعه بتيجي اذا الاحتمال اني انا امسك هو قليل. أيوة. لما كتير زي انه لما اعرف انه في ناس زي لطفي وفي الاف زي لطفي اللي ممكن يمسكوني تاني يوم لا اعملها، فهذا كتير ممكن انه يخلي الشخص. أيوة. انه يمنعه. وهسه طبعا الرادع لحد هسه هو جانب ومعروف وامر اللي لذلك في قانون وفي، ولكن انا لا اعتقد انه الزج بهاي الاشخاص داخل السجون هي اللي راح كمان تقلل الضرر اللي صار للفتاه للامراه للشاب. أيوه. لذلك احنا مهم المانع، يعني نمنع الاشي ما يصير، ومش نقعد نعطي ادويه كمان بعد ما الاشي يصير، لانه الضرر مرات احداث الضرر ما انت ما لا يمكن اصلاحه من ناحيه نفسية الامراه، من ناحيه الاثمان اللي بتدفعها. صحيح. نساء او فتيات او شبان، من ناحيه اجتماعيه، من ناحيه الرفض الاجتماعي اللي ممكن يتعرضوا له. اكيد يعني احنا لا أو شك سرقات. انتوا ناسين انه في امور سرقات ماديه ايضا طبعاً. بالاساس بالاساس هناك بسرقوا، او حدا اللي فات على ايميلي وشاف بتعرفي شو، بلاش سرقات ماديه، مقال مسوده لمقال اكاديمي عم بيكتبها كمان هناك في طبعاً. كمان في الجانب الاكاديمي طبعاً. هناك سرقات طبعا في بيع وشراء بهاي الامور. عالم الاجرام بيفوت على كل محل اللي هو مش مضبوط ومش محمي، وين ما بيقدر يفوت بيفوت. شفنا عالم إجرام حتى بموضوع سفن اللاجئين اللي كانوا، شفنا هناك الإجرام وكيف كان الناس تبتز وتسرق الذهب وتسرق وين ما كان حوالينا، وين ما في ضعف، وين ما في عدم معرفة بتلاقي الإجرام فجأة موجود. موجود. فلذلك الحذر احنا واجبنا انه نمنع الاشي، وطبعا لما الاشي يصير كتير مهم انه نعرف كيف نعالجه. ويمكن لربما يمكن ما يعني قبل المنع هي الحصانة الشخصية والذاتية اللي هي تعرف يعني لطفي اليوم انت بتشعر انه شباب وشابات بيعرفوا كفاية كيف يحموا نفسهم لما هني موجودين كل الوقت في وسائل التواصل الاجتماعي؟ لا ما في كفاية توعية، يعني المرة ما في توعية لأن الأهل ما مراقبين ولادهم. الأهل ما بظن، لأن الأهل نفسهم ما بيعرفوا، بس بيقدروا يراقبوا أولادهم لما يفوتوا عندهم، يمسكوا جهازهم بالفنهم، يقروا يفوتوا كل يوم لو 10 دقائق تمسك بالفن ابنك أو بنتك تشوف شو بيحكي على الفيسبوك، بس 10 دقائق شوف شو بيحكوا وخلاص. أنت كشاب بتوافق إنه أهلك مثلا؟ أكيد أكيد، لما أبوي بده الأمان علي والحياة ويحميني، ليش لا؟ ليش لما أبوي بده يحقق لي حياة حلوة؟ اللي انا ما عشش بظلم، ما عشش انه امشي بين الناس استحي. ايوه انا كثير مبسوطه انه هذا الصوت عم بسمعه من شاب، يعني انه عم بقول انه بالرغم من انه انا يعني عندي خصوصيه ذاتيه، ولكن بحب انه اهلي يكونوا متابعين ومراقبين ومعاي وموجودين. انا عندي شوي تحفظ، طلع توتر ما بين الشباب واهلهم موجود في جيل المراهقه، واول شيء بيحاولوا الشباب انه انا عالمي وهذا عالمي وانت ما خصكش فيه. طبعا مهم انه الاهل على الاقل يحسسوا الشاب ايضا انه احنا مراقبينك وعارفين شو عم بيصير. باللحظه اللي الشاب او الفتاه انا يعني بفكر مش قضيه مراقبه، قضيه مرافقه، يعني احنا موجودين بحياتك اكثر من انه انا بدي اراقبك وافحص كل كلمه عم تحكيها، اكثر اني انا موجود بجانبك لتكون يعني اي اشكاليه انت بتقع فيها انا موجود جنبك. صحيح، هذا الوضع المثالي، يا ريت عن جد نصل لمرحله اللي انا بالفعل اللي احكي لي وشاركني، لانه كثير حالات كان في، وحتى في قصص تقنيات اللي تقدر تميز اذا شاب حكى لايش هاي، شو إلها معنى هاي الحياه، على المحل بيصل الاهل، في برامج اللي بتقول لهم صح زي لمبه حمراء انه بيصل الاهل بيصل للولاد الى حالات طوارئ في امر، يعني احنا بتخيل عندنا اهميه
انا بتخيلش انه اب ممكن او ام تصير صاحبة بنتها. هاي عن جد مثاليات كلنا هيك بدنا، بس ولا بالاخر بنفكر حالنا ومنفكر مش لازم نحب انه نكون صحابهم، لازم عندهم صحاب كفايه بدهم ام وابو عالمهن كل شيء. ولكن هاي الحديث المفتوح ومش اللي مش جاي عن خوف. باللحظة اللي الفتاة بتشرك من أزمة أنا بلجأ لإلك عشان تساعديني، ومش الحكي ما بيكون عن خوف من رد الفعل، لأنه إحنا كتير عالم اللي إحنا عايشين دائما تخوفات رد فعل الآخر والكبير. الإشي الثاني في تقنيات اللي بتخليكي تقدري أنت كمان كأم كمان بدناش أكتر من اللازم إقحام لخصوصية الفتاة والشاب بمفهوم ليش حكيتي مع فلان وليش حكيتي مع علان. أنا فكرتي نعودنا على الاستقلالية شوي شوي. أيوة. فكرتي أمنع الشغلات اللي هي راديكالية، مش فكرتي أبلش يعني على كل طق أو ليش هي مع هديك وهذا البوست اللي حطتيه ونزليه وطلعي. لا، فكرة أنه أنا ألاقي الصيغة الملائمة، البنت تحس بأمان وكمان أرى قابة ذاتية على حالي. لما أنا أعرف أنه مش لحالي أنا عايش بهذا التلفون الجهاز، مش لحالي، مش دون علاقة، رقابة، مرافقة، أنا كمان بعمل سنسورشيب، بعمل رقابة ذاتية. رقابة ذاتية واهتمام، اهتمام في أنه هي قضية يعني فلسفية بالدرجة الأولى من ناحية تربوية. يعني أنا ما بفكر أنه إحنا اليوم بهاي الحلقة رح نقدر نيجي ونحسم هل هذا أحسن أو هذا أحسن. إحنا أكثر يعني بهمنا نوصل مخاطر الواقع تبع اليوم وكيف ممكن نتجنب هذه المخاطر. وعن جد أنا بدي أسألك يعني لطفي من تجربتك في كيف نتجنب هاي المخاطر. أكيد كيف؟ أنا طلبت الإشي كمان من الناس إنه الشخص ما ينزلش صورته على الفيسبوك. لما أنت تنزل صورتك على الفيسبوك أنت بتعرض حالك للخطر. لما أنا أحكي لهم هذا الإشي فكروا ما قصد صورة مش عادية قصدك؟ صورة عادية. أي صورة عادية؟ ممنوع ممنوع ممنوع. صورة عادية بدي يفبرك عليها إشي، تفبرك عليها فيديو. بس تفبرك الفيديو المجتمع بيرحمكيش، مش راح يكون هذا مفبرك. بينتحروا الناس إذا هيك. أنا بخوفني هاي المقولة. بينتحروا إذا قلت لي نتحطوش صور على الفيديو. أنا بفكر إن يعني هون بنحكي عمالة على قضية. اشرح لي أكثر ليش أنت ما بدك إنه الناس تحط صورتها على عشان بتم أخذها وفبركتها؟ أكيد بخذوها فبركوها بعملوا لها فيديو بلشوا بتوجهوا للشخص. بس يا لطفي يعني إحنا الفيسبوك أساسا خلق ووجد عشان أنا أتواصل مع ناس اللي أنا صار لي سنين مش شايفتهم، ناس اللي أنا بعاد عني، ناس اللي أنا ما في إمكانية إني أكون معهن يوم يوم، يشاركوني فرحاتي، يشاركوني مناسباتي. أكيد أنا أوافق إنه هذا لا يجوز إنه مشاركة كل التفاصيل الحياتية في كل أمور، ولكن بالأساس هو وجد لهدف التواصل. إذا ما في صورة وما في تعبير وتواصل يعني مباشر، كيف يعني كيف بده يتم ذلك؟ مو إذا أنت بدك تحط صورتك بدك شكلك بدك تشكل حالك للخطر. أنا ما بقول لك تحطيه، بس أنت هيك معرضي حالك للخطر. أما أنا معطيك النصيحة إنه ما تحطيش صورتك، إنك أنت لما تحطيها متأخر صوت حتى كثير. لا، ما هو أنت لما تحطيها رح يأخذوا الصورة بس. أيوة. يعني يأخذوا الصورة ويفبركوها، هين رح يعملوا فيديو وصاروا هتدوك بالفيديو. أنا بدي أسألك سؤال آخر لطفي، هل أنت كمختص بتقدر تميز وينت هذا الفيديو مفبرك وينت هذا الفيديو يعني مصور بشكل فعلي وحقيقي واقعي؟ أكيد أكيد. أوكي. بس مش دايما. ساعدتني. أكيد يعني في مرات الفيديو بين أنه مفبرك، مرات أنه صعب. يعني بتشوف الفيديو عادي أنه مش مفبرك، أنه في شخصيات اللي تكون حقيقية اللي هي يعني لو انه فيش ناس حقيقيه اللي عملت هذا الاشي كان بنقول كله مفبرك. بس هون صعب، في ناس اللي صار مع هذا الاشي وبتقول انه هو مفبرك. ف لا بس بالفعل يعني تعالي اكيد انه في هيك وفي هيك، انا موافقه. ولكن انك تميز الفرق بيناتهم موجود وجائز، بس مش دائما. صعب اقول لك دائما، انه مش دائما. طيب انا حابه افهم هاي النقطه اكثر. رح نطلع على فاصل وبعد الفاصل بنستمر.